كده ايه؟ اف ماينص 1 على 2 كده ايه؟ هتديك ايه؟ اضرب ده 2 في واي ناقص 1 على 2 زائد 1 تديك ايه؟ تديك واي. يبقى كان الواي كله واي في الار الصوره بتاعته ايه؟ خد مثلا ناقص 1 عايز اجيب الاصل بتاعه ايه؟ ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 على 2 يبقى ناقص 1. حط هنا ناقص 1 2 في ناقص 1 ناقص 2 زائد 1 يبقى ناقص 1. يبقى ايه؟ يبقى صورة ناقص 1 ناقص 1 الاصل بتاع ناقص 1 هو ايه؟ ناقص 1 وهكذا. خلاص؟ فدي دالة ايه؟ قلت اذا الواي هنا بينتمي للار اذا اف is an onto function. يبقى الاف هنا مالها بقى؟ اف تبقى 1 to 1 onto. يا فندم. وليه في الاخر بعد ما اثبتت ان الاف واي ماينس 1 عن 2 ايكوال واي كده هي بقت ايه اللي ريفير ان هي مش مثلا؟ لا هي جايه من هنا، ده انا طلع ان الواي ده الاصل بتاعه اهو في الار، يبقى كل واي في الار ليها ايه؟ كل واي في الارض ليها ايه؟ ليها اصل. يعني كل عنصر هنا في الارض هلاقي له اصل. تبقى انت ولا مش انت؟ انت. طب واي حاجه في ريال نمبر هيبقى لها اصل. يبقى معنى كده ان كل الفانكشن فين بس فين؟ اي حاجه بلون للار هيبقى ليها اصل في الاكس. ممكن تطلع بقى كده. كان ممكن واي ناقص كان ممكن واي ناقص واحد على اتنين ما يطلعش ريال نمبر. زي هو هنا اه لكن ما كانش يطلع على عنصر هنا المفروض احنا كنا واخدين دي ان ولا بتاع لو كانت دي ان اه على الصحيح كنا لما نقسم على اثنين ما نضمنش يطلع على الصحيح خلاص اخر خطوه بس يا دكتور الاخيره بس يعني مش باينه بعد اول يساوي ها بعد اول يساوي مكتوب زد ولا اثنين هنا اثنين واي ناقص واحد على اثنين زائد واحد كل عدد
اف من الارض للارض كل عدد مكعب. خلاص كده؟ هل دي داله على 1 ولا لا؟ اقول هل دي داله ولا لا؟ كل عدد له مكعب تقدر تكعبه مش كده؟ فدي داله. اي عدد حقيقي اقدر ايه؟ ارفعه لنص 3 اضرب نص 3 مرات دي لاين استقرار. فدي داله. هل هي 1 ولا لا؟ فهنا دي ده اللي ايه؟ هتبقى 1 لا اكبر. اف اكس 1 يساوي اف اكس 2. اكس 1 تكعيب يساوي اكس 2 تكعيب. طيب خد الجذر خد اس خد دي معادله اسيه. يبقى اكس 1 اس 3 جذر تكعيب يساوي جذر تكعيبي. يبقى اكس 1 يساوي اكس 2 يبقى دي داله 1 تو 1 تمام كده؟ هي 1 تو ولا لا؟ خد اي عدد في الار يبقى ايه؟ لو كان في لو كان لو كان هو ايه؟ صوره حاجه كان حاجه يساوي واي يساوي اكس تكعيب يبقى الاكس بتاعها عباره عن ايه؟ الجذر التكعيبي لواي مش كده؟ الجذر التكعيبي لواي اي عدد له الجذر التكعيبي بتاعه ولا لا؟ لو كان عدد سالب الجذر التكعيبي بتاعه سالب موجود. لو صفر الجذر التكعيبي بتاعه موجود. لو موجب الجذر التكعيبي بتاعه موجود. مش كده؟ فاذا هي ايه؟ يبقى ها ده ينتمي للار يبقى هي اذا ايه؟ دي داله ايه؟ 1 تو 1 وان تو. دي داله 1 تو 1 وان تو يعني دي بروجيكشن. واضح يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ الاكس ترجع مش كده مش 1 تو 1 الا لو شلت مينة. انت ما بتاخدش بقى بين ايه؟ لو شلت الاعداد السالبه بين الدورين كمان واضح يا جماعه؟ ايه؟ ممكن تدينا واحده مش 1 تو 1 عشان احس ان الكروب بيطلعوا واحده مش 1 تو 1 عشان احس ان الكروب في الاخر بيطلعوا واحده مش 1 تو 1 اف اوف اكس اكس تربيع عندك اف ناقص 1 واحد واف واحد واحد اف ناقص 2 بس ما لهاش نيجاتيف نمبرز ها؟ عشان دي بس ما لهاش نيجاتيف نمبرز طب هي كده تبقى 1 تو ولا كده تبقى ايه؟ كده 1 تو 1 و 1 تو كده ادي 1 تو 1 وادي 1 تو ده بروجيكشن ولا بروجيكشن؟ لا بروجيكشن يعني حاجتين 1 في 1 و 1 بروجيكشن 1 في 1 زائد 1 في 1 شاطرين مع بعض فضل ها؟ علي اسمك رقم واحد سوقيت واحد واي تساوي اكس تكعيب يبقى خد الجزء خد الجزء التكعيبي للطرفين يبقى اكس تساوي جزء تكعيبي الواي الجزء التكعيبي الواي لو اي عدد حقيقي الجزء التكعيبي بتاعه موجود هيبقى ده الضرب. يا جماعه تعملي ايه؟ عشان ما تبقاش 1 تو 1 قال لك خلاص؟ اه كفايه فعلا كفايه كده يا باشمهندس حلوه قوي كده العيش عصبي. العيش